أنا بلشت هذا المشروع ب 2017. كان الداعم أبوي اللي بدي يفتح لي المحل، واتجهت لفكرة إنه محل مواد بناء من عمي أبو غسان. بحب أوجه كل الشكر لأبوي وعمي أبو غسان. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد أدهم دندن. بداية يسعد مساك. مساك يا رب لك. في البداية أستاذ أدهم، طبعا حضرتك صاحب مؤسسة مراد دندن وأولاده للإنارة والكهرباء ومواد البناء، نحكي وبالتحديد في الزرقاء. نعم. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا بلشت هذا المشروع ب 2017. كان الداعم أبوي اللي بدي يفتح لي المحل، واتجهت لفكرة إنه محل مواد بناء من عمي أبو غسان. هو كان الداعم بالمواد، علمني كيف أشتغل، كيف الشغل، كيف أتعامل مع الزباين، كيف الأمور، كيف أشتري بضاعة من التجار وزي هيك. نعم، بس تعرفني بالتفصيل شو هي الخدمات والأصناف اللي أنتوا عم بتوفروها هون عندكم للزبائن؟ كمواد بناء، مواسير، كهرباء، تنكات، لمبات، في عندك مثلا أطقم حمامات، دهانات، أنتيكا، أمنشن، ماركابولو، تيشنتو، وفي أكثر من صنف. بس شو اللي عم بيميزكم عن المحلات الثانيه؟ انه متوفر جميع الاصناف اللي بطلب الزبون بكون موجود. ما هي رؤيتك المستقبليه؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ اطور مشروعي اكثر من هيك. نعم، بس تحكي لي شوي شو هي المشكلات اللي انت عم بتواجهها او واجهتها، وخصوصا في ظل جائحه كورونا. الامور اللي واجهتها كورونا انه ما كنت قادر افتح محلي، كان في زباين انهم بدهم بضاعة بس انا مش قادر افتح محلي عام منهم. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ اتشرف الالتقاء فيه، وانه يدعمنا كشباب، يدعمنا دعم كفرص، يعطينا فرص احسن. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ لأبوي. بحب أوجه كل الشكر لأبوي وعمي أبو غسان. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع مؤسسة مراد دندن؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم. في الموقع بالعراض في مقابل سامح مول، وفي على الفيس مؤسسة مراد دندن وأولاده، وفي أرقام تلفونات محطوط على الصفحة. شكرا لك. عفوا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر السيد أدهم دندن على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا. حياك. يسعد مساك وشكرا لك. مساك. كلك صح.